السلام عليكم. اليوم أنا جاكوار إي بيس 2021 شكل الجديد. يجي محرك الإي بيس 4 سلندر 2000 سي سي توربو، قوة الحصانية 250 وعزم الدوران 365 نيوتن متر، كل تر يمشي 15 كيلو متر. يجي الرنج بقياس 19 إنج، ناشئ عار جاكوار وفتحة تهوية. المراية بها إشارة وكاميرا، طبعا 360 درجة الكاميرات. هذا شكل الباب. التحكم بالشبابيك والمراية يكون كهربائي. سعة تخزين. تشغيل بصمة نشغلها للسيارة. هنا رسالة ترحيبية Good evening. هذا شكل الستيرن. عدد سرعة عدد الرحلات يكون بشاشة. طبعا الدشبول جلد مطرز باللون الأحمر. شاشة كلش عملاقة. بها نافيجيشن. جير اوتوماتيك من 8 سرع. هنا شاحن وايرلس. حاملتين اكواب منفذ 12 فولت. هنا سعة تخزين. شمسية بها مراية وضوء. مكان للمناظر. طبعا فتحة السقف بانوراما. هنا كراسي جلد. دخول للصف الثاني. هشكل المقاعد الخلفية. التحكم بالتبريد يكون منفصل. هنا الأضوية المحيطية تبين. شكل المقصورة يبين من وراء هيك شكله. شكلها من ورا، أضوية كلها للدات، إي بيس، شعار جاكوار وجاكوار. طبعا الجنطة كلش كبيرة، نقدر نكبرها همين، نقدر نشيل هاي البردة. طبعا كهربائية الجنطة، بها كمية كروم كلش حلوة، وأكيد السيارة بها كمية فخامة بصورة مو طبيعية. نشوفكم سيارة أخرى إن شاء الله.